السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا ناخد كده تمرين سريع على قاعدة اف وقاعدة فور. طيب هاجي هنا اقول له لو اف، ممكن تقول له بقى لو حاجة بتساوي حاجة مثلا، يعني ممكن تقول له اف مثلا لو الاتنين بتساوي اتنين، تمام، ونديله نقطتين كده وندوس انتر. في مسافة هنا لازم نلغيها، ندوس انتر واقول له برنت اطبع رايت مثلا، رايت تمام. طيب تعال نجرب. طيب انا عايز بقى بدل ما اقول له اتنين دي هقول له اكس، واقول له طبعا هو انا ما عندوش حاجه اسمها اكس، فلازم اقول له اكس بتساوي مثلا 3، تمام. لما قلنا له اكس بتساوي 3 ما عملش حاجه خالص. ليه؟ لان انا ما قلتلهوش اعمل لو هي بتساوي 3. طيب لو انا خليتها بتساوي 2 عمل رايت. طيب ممكن اجي هنا واقول له انتر وارجع خليه في اول السطر واقول له ال اف، اول ما تكتبه صح هتلاقي اداك اللون. طيب هقول له بقى لو الاكس بتساوي 3 ونقطتين، واقول له برنت مثلا، اكتب لي كلمة مثلا ار، حرف الار بس لو هي بتساوي 3. خلينا هنا نخليها بتساوي 3، ران جاب لي ار. طيب لو انا اديتك حاجة تانية خالص غير دي فهقول له else، لازم في الاول خالص else، تمام. لو هي ولا واحدة من دول انتر، مش محتاج ان انا اديله حاجة خالص، اي حاجة غير اللي فات اطبع لي رونج، تمام. طيب هنخلي دي مثلا 33 ونقول له رن، جاب لي كلمة رونج. ليه؟ لا بتساوي 2 ولا بتساوي 3 هتبقى رونج. طب لو بتساوي 2، طيب انا عايز اكتب كود تاني، فانا هنا شغال على جوجل كولاب، هقول له كود وابدا بقى اقول له مثلا قاعده فور. قاعده فور لو انا مطلوب مني اعمل حاجه تكرار كتير قوي، فبدل ما اقول له مثلا ايه اطبع واحد اطبع اتنين اطبع تلاته، لا ممكن اقول له ايه 4 اكس ان رينج، تمام، وادي له بقى مثلا 5، تمام، واقول له ايه لازم اقول له نقطتين واقول له انتر واقول له اطبع لي، انا قلت له ايه اكس، انا سميتها اكس، يبقى اقول له اطبع لي اكس، تمام. طيب اقول له بقى رن، هيطبع اول حاجه هو بيبدا من الصفر 1 2 3 4 5 مرات ويقف، تمام. طيب لو انا عايز اديله بقى ايه حاجه ادفانس شويه، هاجي هنا كود واقول له ان انا عندي مثلا الواي مثلا هتساوي، واقول له بقى ان انا عندي قيم مثلا احمد وعندي علي وعندي معاذ، تمام. يبقى اقول له بقى ايه 4، واقول له مثلا خليها حرف الدي مثلا ان واي، يعني هيمشي بقى على كل قيمه موجوده في الواي، واقول له برنت هيطبع لي ايه، هيطبع لي الدي، فاقول له كده بين قوسين الدي ونقول له رن. اول حاجه طبعها احمد، بعد كده علي، وبعد كده معاذ بالشكل دوت. طيب خلينا نقول له بدل كده هقول له ارقام، خلينا اقول له مثلا 22 33 44، تمام. عايزه بقى يطبع لي المجموع بتاعهم، فهقول له توتال المجموع بتساوي 0، تمام. عملت متغير، تمام، سميه بقى توتال، سميه اكس، سميه واي، اي اسم هتسميه، لكن هي الفكره كلها ان انا بس عشان ايه اميز فيه. طيب هقول له بقى ايه قبل ما اقول له برنت، هقول له ايه توتال هتساوي
توتال زائد ال دي ونشوف هيحصل ايه، وبعد كده هنعمل تعديله. تمام، عمل ايه؟ بدأ يطبع. انا اقول له هنا اطبع لي التوتال. تمام، واقول له رن. اول حاجه طبعها ال 22، وبعد كده حط ال 33 معاها بقى 55، وبعد كده حط ال 44 بقى 99. لا انا عايز يديني المجموع كله نهائي. فالبرنت هنا موجوده تحت اللوب اللي هو 4، فانا عايز اخليها تخرج من اللوب. فاقول له ايه كده، ففور تحتيها الجزء ده بس، البرنت مش تبعها. تمام، فاقول له اشتغل. فاول حاجه هيعرف هيخزن لي المعلومات 22 و33 و44 في الواي، التوتال هيبقى صفر. وبعد كده هيعمل لوب ياخد التوتال ويجمع عليه رقم من الواي، هيجمع 22 مع صفر يطلع 22. وبعد كده لما يخلص جمع كل القيم تمام يخرج من اللوب، يلاقي اللي بعد كده اللي هي البرنت اللي هو اطبع، فيروح طابع اللوب يطلع معايا 99.